شاخد اكتر من 5 دقايق. قلنا في بداية المسيرة وبكرر تاني، انا ايماننا يكتمل في كل نوعيات الاستشهاد. عندنا وقدمنا شهداء من اجل الايمان، وقدمنا شهداء من اجل العقيدة. يعني في ناس استشهدت من اجل صحة الايمان، قدمنا شهداء من اجل العفة والطهارة. في ناس قدمت حياتها علشان تحافظ على عفتها وعلى طهارتها. ايضا قدمنا شهداء من اجل كلمة حق لكل من يدعي ويتساءل ليه احنا اطلقنا على شهداء مسبيرو لقب شهداء، لانهم استشهدوا بنفس طريقة استشهاد يوحنا المعمدان لما قال كلمة حق قدام ملك ظالم وغاشم، وكلفته كلمة الحق اللي قالها دي ان اتقطعت رقبته. علشان كده شهداء مسبيرو والشهداء المقطم وشهداء امبابة وكل الشهداء اللي سفكوا دمائهم بعد كل حادثة من حوادث هدم الكنايس، كانوا بيطلعوا عشان يقولوا كلمة حق، قدموا دمائهم من اجل كلمة الحق دي. الحاجة التانية والمهمة اللي تعرفوها اننا لا نطلق على الشهيد لقب شهيد الا في حالة واحدة، لما يكون طالع يتكلم بشكل سلمي. لا يمكن ان يأخذ هذا اللقب الا لما يكون خارج في مظاهرة سلمية. وكلنا سمعنا كلام قداسة البابا شنودة ربنا يطول في عمره لما قال ان هؤلاء المتظاهرين كانوا متظاهرين سلميين. علشان كده الكنيسة اطلقت عليهم لقب شهداء لانهم ابدا لم يستخدموا العنف. اذكر حضراتكم بحادثة حصلت في بداية هذا العام، اول السنة دي بالتحديد ليلة راس السنة. انا مصر كل اصابع الاتهام تشير الى الشرطة المدنية بكونها مسؤولة عن حادثة مذبحة كنيسة القديسين، ولم يتم فتح تحقيق حتى الآن. ولكن بعد مذبحة كنيسة القديسين اتخذت السماء قرارا بأن يسقط نظام حسني مبارك بالكامل. عايز اذكركم بحاجة ان عدد الشهداء في هذه المذبحة كانوا 27 شهيد. نربط بقى ونقول ان مذبحة مسبيرو اللي سقط فيها 27 شهيد ستكون سببا في اسقاط بقية نظام مبارك الذي لم يسقط بعد. احنا الشعب المصري شعب ما بيضحكش عليه. الشعب المصري لما خرج في 25 يناير كان طالع علشان يسقط نظام، مش عشان يسقط رئيس فقط. اما ولم يسقط بعد هذا النظام، فاحنا ما زلنا عندنا وعد من ربنا ان مثلما كان شهداء كنيسة القديسين سببا في اسقاط مبارك، سيكون شهداء مسبيرو سببا في اسقاط بقية نظامه اللي لسه ما سقطش في اسقاط. احنا كمان النهاردة
بنتذكر وبنقول اننا متضامنين تماما قلبا وقالبا مع المناضل المصري الاصيل علاء عبد الفتاح اللي بيدفع ثمن مساندته للقضية القبطية. وبنتضامن ايضا مع اخونا مايكل نبيل سند اللي موجود دلوقتي بسبب محاكمات عسكرية. ثورة 25 يناير اسقطت كل المحاكمات العسكرية، واحنا لن نتجاوب مع اي تحيات عسكرية فيما بعد، لانه من المستحيل ان نترك الظالم والكلات هو الذي يحقق. لا يمكن ان تكون خصما وحكما في نفس الوقت. مذبحة مزميرو اعلنها بكامل صوتي مسؤول عنها المجلس العسكري بالكامل. ومسؤول عنها رجال الشرطة العسكرية بقيادة اللواء حمدي بديل. واحنا خارجين النهاردة وهنطلع تاني وتالت ورابع في مسيرات سلمية كالمعتاد لغاية ما ناخد حقوقنا كاملة. وأول حق لينا أن يعلن المجلس العسكري مسؤوليته الكاملة عن مذبحة مزميرو. ولما يعلن مسؤوليته كاملة ويسقط كل محاولات التحقيق التي تتم مع كل الحركات القبطية ومع كل الناشطين في الحركات من إخواتنا المسلمين، لما يسقط هذه التحقيقات ويعترف بخطأه هنا بس يمكن أن نفكر ونقول أننا سنقبل العزاء في إخواتنا الشهداء. قبل كده خلي بالكم مذبحة مزميرو تمت ضد كل متظاهرين مزميرو، وحتى الآن لم يفكر أي مسؤول في تقديم العزاء للمسؤولين عن المسيرة في مزميرو. ونحن نعلن بملء الفم أننا لن نتقبل منكم عزاء إلا بعد الاعتراف بالخطأ وبعد الاعتراف بالجريمة اللي انتوا ارتكبتوها. خلي بالكم أن دماء الشهداء لا تتسبب في تخويفنا، والدم اللي سال ما سالش على الأرض. الدم اللي سال بعث فينا كلنا معنى الحياة. كلنا أحياء بشهداء مزميرو ولم نفكر بعد. واوعوا تفكروا انكم هتخوفونا. الخوف معنى لا يعرفه المصريين اللي داقوا يسقطوا فرعون ويحطوه في قفص، بيقولوا لبقية نظامه أن الأقفاص كثيرة وجاهزة ومستعدة لاستقبالكم. ولن تكون أقفاص عسكرية، ولكنها ستكون أقفاص عادلة. ومنتظرين جميعا رد السماء. نحن خرجنا لنضع شكوانا في يدي الله وبنقول له يا